الأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي لينا قنوع لنسألها عن مزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا بك لينا. أهلا بك لينا. هناك توقعات بأن يتم رفع الفائدة الأمريكية مرتين العام القادم، هل بالفعل قد يصل الاحتياطي لهذه النقطة؟ بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، تراجعات بإثر تحول متحور الفيروس أوميكرون الجديد وبعض التصريحات من الرئيس التنفيذي أو رئيس موديرنا الذي قال بأن فعالية أوميكرون فعالية اللقاحات الحالية غير مستدامة أو غير يعني ربما لا تصلح مع الفيروس الجديد أوميكرون غير فعالة. فبالتالي شفنا كيف انه بلشنا نشوف انه كيف الاسواق تحولت مثل ما ذكرتي انه الضغط تراجع بشكل كبير، فهو المخاوف من ذلك. وشفنا كيف مؤشر الدولار الامريكي عم يتراجع، عوائد سندات الخزانه الامريكيه عم تتراجع. هناك توقعات بان الانتشار للسلاله الجديده من اوميكرون من فيروس كورونا هذا عم بيخلي انه يكون في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وبالتالي يعني ربما يضطر الفدرالي الأمريكي إلى عدم رفع أسعار الفائدة. نحن رح ينتهي برنامج تقليص شراء السندات هذا المتوقع ب 15 مليار دولار شهريا، ومن ثم بعد عملية تقليص برنامج شراء السندات أنه يتم هاي الاحتمالية برفع أسعار الفائدة. الآن مع انتشار أوميكرون، هل فعلا الفدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة؟ هذا غير متوقع لو حصل إغلاقات وتم إثبات فعالية الانتشار أوميكرون وتأثيره. طيب على الأجهزة المناعية في جسم الإنسان، مع الترقب بالنسبة ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي، هل تعتقدي بأن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعاتها؟ بالنسبة لنحن نعلم أن أسعار الذهب خلال الإغلاقات التي تمت عام 2020 بفيروس كورونا كان هناك طلب على الملاذ الفترة الأولى على الملاذ الآمن على الدولار. اليوم مع يعني مع تراجع الدولار الأمريكي ومع يعني ومع تصريحات موديرنا وخاصة تصريحات متباينة من فايزر تقول بأنه يحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين حتى يتبين مدى فعالية لقاح فايزر ضد هذا الفيروس فيروس أوميكرون. فبالتالي الذهب عم بيستجيب، عم نشوف كيف عم بيرتفع الذهب، عم نشوف الملاذات الآمنة مثل الذهب، أيضا العملات الآمنة مثل الين الياباني الفرنك السويسري عم ترتفع، لأن هناك طبعا خلال ماذا عن اليورو لينا؟ يعني هناك ارتفاعات لمستوى مستويات كبيرة جدا على الإطلاق لمنطقة اليورو بالنسبة للتضخم. نعم. باختصار طبعا طبعا اليورو اليوم عم نشوف بعض يعني الارتفاعات على اليورو عم بيرتفع، طبعا التراجعات في الدولار الامريكي عم تخلي دعم لليورو، وخاصه كما ذكرت ارتفاع التضخم بشكل كبير. نحن عم نحكي عن 4.9% هو الاعلى منذ عام 1997 يعني منذ قيام الاتحاد الاوروبي. فبالتالي هي الارتفاعات، شوف كيف تصريحات البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد هي دائما عم تكون تصريحات انه التضخم سوف يتراجع. نعم. لكن مع تصريحات المتتالية عم نشوف الارتفاعات، فبالتالي ونحن نعرف انه سياسة البنك المركزي الاوروبي تختلف عن الاحتياطي. شكرا لينا.